تجيب لي طلب وعندما يطلب طلب بنته، وكل ما بتكبر كل ما تزيد استجابتها صح. وتقاربها من الأب. فلجب كده الآباء يميلوا إلى البنات أكثر، وفي نفس الوقت الأمهات تميل إلى الأولاد أكثر، لأنها تجد فيه ما يساعدها في التنشئة، ما يساعدها في قضاء احتياجاتها، ما يساعدها في يعني يعطاها، يصير كل ما يكبر يصير ظهر أقوى للأم الإبن، والبنت كل ما تكبر تصير مصدر يعني عطف وحنان للوالدين، حتى أنها تقوم أحيانا بدور الزوجة عندما يمرض الأب وعندما يجي تعب وعندما فلجب كده ارتباطك لما تقول البنت باين عليك أنت يعني من من أنصار البنات. عموما هي المسألة دي ما عاد فيها جدلية، الأبهات يميلوا للبنات والأمهات يميل في معظم الأحوال، قد يكون في بعض الحالات لا، والد يكون أقرب من بنت. أستاذ إحسان، الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول خيركم من استذكر ببنت، بما معنى نعم الحديث نعم. يعني لأنه ليش؟ لأنه البنت لما تنزل والله عز وجل سبحانه وتعالى فيما يروى إنه يقول أذهبي وأنا وأذهب الولد إلى نزل من بطن أمه، أذهب وأنت عون لأبيك. وإلى نزلت البنت فهي عون الله يسبق في هذه الحالة، فعون الله أولى من عون الابن، وخاصة وأنه البنات يكونوا ستر للوالدين من النار إذا أحسن تربيتهم. لذلك كده يعني العملية هذه يعني تتفاوت. جميل. عموما يعني هي المسألة تربية. التربية كيف تزرع أنت، كيف تحصل ثمار، كيف نزرع بعد توفيق الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب تزرع من خلال أول حاجة العناية بهم وهم صغار، التلاطف معاهم، حتى كان في البعض منهم يقول بالنسبة الأخ بيدهم، التربية بالسلوك مو التربية بالزجر، مصادقتهم حتى الأم تخاوي بنتها، الأب يخاوي ابنه كل ما يتدرج ويكبر في العمر ويفضل رفيقه ويفضل حتى يأخذ ويعطي معه يحترم عقله. يعني كثير من الأبهات للأسف الشديد يعني يجد أنه في غضاضة أنه يتكلم مع ابنه في بعض المسائل اللي بتوجعه في حياته اللي بتصادفه في عمله أو لحك. لا، خلي ابنك صديقك. التسامح عندما يخطئ الأبناء، كثير من الناس ما عنده مساحة للتسامح. التسامح مهم جدا في تربية الأبناء، هذا التسامح، أو في نفس الوقت التكرار في العقوبة عندما يخطئ الابن، وفي نفس الوقت الزجر والنواهي اللي بطول الوقت تخلي الابن ينفر من تقبل الوالدين صحيح. أو نصائحه أو ما يملي أو ما يريد أن يشربه في السلوك لأبنائه. السلوك تشريب، والتشريب هذا يتم من خلال